بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ليوم الأحد 25 من رمضان لعام 1436 للهجرة، الموافق 12 من يوليو لعام 2015 للميلاد، تأتيكم من موقع أنا السلفي. قال الدكتور أحمد خليل خير الله في حواره مع الفتح: إن نهضة الأمة لن تعود إلا بصناعة مجتمعات قوية، وهذه فكرة المجتمع الإسلامي، أن تجد أبطالا يحملون المجتمع مهما حدث له من انتكاسات. وعلى مر التاريخ تجد أن المجتمع هو الذي يحمل الدولة وليس العكس، وهذا لا يحدث إلا من خلال إثراء ثقافة العمل التطوعي الذي يعد دينا لدى المسلمين. قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور تعليقا على التفجير الذي استهدف مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة صباح أمس: إن مصر أقوى من الإرهاب، مشددا على أن مصر قادرة بإذن الله على مواجهة الإرهاب الأسود الذي لا وطن له ولا دين له، ولا يفرق بين بلد وبلد ولا بين دين ودين. دشنت أمانة حزب النور بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ حملة مصر أقوى من الإرهاب، وذلك ضمن فعاليات الحملة التي ينظمها الحزب على مستوى الجمهورية لنبذ الأفكار المتطرفة والعنف وتوعية المواطنين من مخاطر الإرهاب. دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التوسعة الثالثة للحرم المكي. أدى المصلون بالحرم المكي عقب صلاة العشاء مساء أمس السبت، يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صلاة الجنازة على جثمان الأمير سعود الفيصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والمشرف على الشؤون الخارجية الذي وافته المنية الخميس. وشارك في صلاة الجنازة الأمراء والوزراء ووفود الدول وآلاف المصلين والمعتمرين المتواجدون بالحرم المكي في العشر الأواخر من رمضان. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لما ترتكبه القوات الشيعية المحتمية بما يسمى بقوات الحشد الشيعي من مجازر في حق السنة من أهل العراق، وتظهر الصورة تمثيل قوات الشيعة بجثة مواطن عراقي سني كحلقة من حلقات التجاوز في حق أهل السنة بالعراق بدواعي محاربة الإرهاب وتنظيم داعش. أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني عن خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بشكل مفاجئ وقبل الموعد المحدد للإفراج عنه وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان عدنان دخل إضرابا عن الطعام استمر 55 يوما احتجاجا على اعتقاله بدون محاكمة وفقا لرويترز. صرح العميد محمد سمير المتحدث العسكري إن إجمالي نتائج أعمال قتال قوات قطاع تأمين شمال سيناء خلال الفترة من 1 حتى 11 يوليو 2015 مقتل 252 إرهابيا وضبط 13 مطلوبا أمنيا و63 فردا مشتبه بهم، بالإضافة إلى تدمير عدد 18 مقر ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية. ذكرت وكالة رويترز للأنباء في خبر عاجل لها أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن تفجير سيارة ملغومة أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة. ذكرت صحيفة الماستيجيرو الإيطالية أن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيطالية حذر الإيطاليين من السفر غير الضروري إلى مصر، وذلك في مواقع مختلفة من بينها شرم الشيخ وساحل البحر الأحمر ومدن الصعيد السياحية والبحر المتوسط أيضا، وذلك عقب وقوع حادث انفجار القنصلية الإيطالية صباح أمس. رحبت مصر بتوقيع ممثلي القوى السياسية الليبية في الصخيرات بالمغرب أمس على الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، وحيت مصر ما أسمته بالموقف الإيجابي والشعور بالمسؤولية الذي تحلى به المشاركون في الحوار الذين اتخذوا قرارا بالتوقيع على هذا الاتفاق، وحيت مصر الجهود الكبيرة التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تقديرها للمملكة المغربية الشقيقة على دورها في استضافة الأطراف الليبية المتحاورة، كما تشير إلى أهمية الدور الذي لعبته دول جوار ليبيا في توفير الظروف التي أدت إلى التوقيع على هذا الاتفاق بين الليبيين. شهد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ونظيره اليمني اليوم الأحد مراسم توقيع عدد من المواثيق التي تدعم مجالات العمل المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، وكان رئيس مجلس الوزراء اليمني وصل في وقت سابق إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين المصريين لبحث تطورات الأوضاع في اليمن. قام مجهولون بالسطو على مندوب الصرف بإدارة أوقاف أبو حماد في محافظة الشرقية واستولوا على 1,250,000 جنيه مرتبات ولذوا بالفرار.
أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء الإجازات لكافة الخدمات المرورية خلال فترة عيد الفطر المبارك للعمل على خدمة المواطن وتوفير كامل الخدمات له. حذرت وزارة الأوقاف من الزج باسمها في جمع التبرعات، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفة أو تجاوز في هذا الصدد. نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس السبت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. استنكر الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي استهداف السفارات الأجنبية بمصر، والتي كان آخرها الانفجار الذي طال السفارة الإيطالية فجر أمس السبت. أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة أنه سيتم فرض غرامة 1500 جنيه على سائقي التوك توك، وذلك تمهيدا لمنعه، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقه بمنتهى القوة والحزم. كشفت نتيجة تصحيح مواد الثانوية العامة عن كارثة حقيقية بعد تأكد رسوب 345,407 طلاب في جميع المواد بالنظام الحديث، وهو عدد كبير مقارنة بنتيجة العام الماضي، فيما كانت المفاجأة رسوب 69,770 طالبا وطالبة في اللغة الأجنبية الأولى، وتلاها في نسبة الرسوب الفيزياء واللغة العربية والأحياء. اعتمد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف نتيجة امتحانات شهادات البعوث الأزهرية الإعدادية والثانوية. ينطلق ماراثون تنسيق القبول بالجامعات الخاصة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بالتزامن مع موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى حتى 9 أغسطس، بينما تبدأ المرحلة الثانية من 6 أغسطس وحتى 16 سبتمبر المقبل. أكد المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد بأن زيادة أسعار تذاكر قطارات عيد الفطر تقتصر على 3 قطارات إضافية مكيفة من إجمالي 23 قطارا. قال اللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد إنه تقرر إغلاق طريق العلمين من الجهتين، سواء من الطريق الصحراوي أو من الطريق الساحلي، بناء على طلب وزير النقل ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم 15 أغسطس المقبل، وذلك مع توفير طرق بديلة. أعلن هاني المسيري محافظ الإسكندرية أنه تمشيا مع سياسة الدولة وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحد من تصدير المواد الخام وتصنيعها محليا لتوفير فرص صناعية وعمل للشباب، تقرر البدء في تشغيل المدينة الصناعية الأولى في مصر المتخصصة في صناعة البلاستيك قريبا، التي يتم إنشاؤها بمنطقة مرغم الصناعية بغرب الإسكندرية، وتقع مباشرة على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي باستثمارات بلغت 250 مليون جنيه. الخبر الأخير تشاهدنا اليوم على موقع أنا السلفي: ليكن شعارنا العبادة في زمن الهرج، ودروس من قصة إبليس في سورة الأعراف من سلسلة تأملات في آيات، وفتاوى مرئية 1 فضيلة الشيخ ياسر برهامي، تمام المنة بالرد على أعداء السنة، المحاضرتان 15 و16، المهندس عبد المنعم الشحات. ما عليك من حسابهم من شيء، الآية 52 من سورة الأنعام من سلسلة قصة آية، ما يقال عند المريض من سلسلة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الشيخ سعيد محمود، الذل والانكسار للعزيز الجبار المحاضرة 8 الشيخ إيهاب الشريف، 10 الأواخر في شهر الخير من سلسلة قطوف رمضانية، تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي: النصر والفرح بعد الشدة واليأس فضيلة الشيخ ياسر برهامي، التشريك في النية المهندس عبد المنعم الشحات، مواعظ رمضان 26 أعمال القلوب الخوف الشيخ سعيد محمود، جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي: هل يحسب للمرأة الحائض والنفساء والمريض أجر الصيام والقيام في رمضان؟ هل الأفضل تقسيم مبلغ الصدقة على أيام في رمضان أم إخراجه في يوم واحد؟ قالت له زوجته: قم صلي، فسمعها تسحر، فشرب، فما حكم صومه؟ حكم المضمضة للصائم لأجل الحر وترطيب الشفاه، حول قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء متجدد إن شاء الله تعالى.